ما هي أسباب دخول الجنان وأسباب النجاة من النيران؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ما هي هذه الجنة؟ شنظني ما حيتها سفدية المانتيد. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. للشيخ أحمد عبد السلام. والآن نترككم مع الخطبة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات. ثم أما بعد، عباد الله ولا ريال، ألا ترت سؤال مهم أوقف كستو مؤمنه إن ويسويدي أيتهي. هذا السؤال الذي يطرح نفسه حين أصعينا إن أصعنا محينو دالينا محينو عمل كأي عبادات كأسمينينا ويوحى شكل آنا إنو هدف يوتي دلي. وحي جوابت تهي أيها الإخوة والأخوات، إنو إلهي سبحانه وتعالى رضيه سكوكو ليسنو إيا جنوي إنكيس عرضها السماوات والأرض كنبت باد نعقو بدأ عذاب كالربي. وحمرك أيدنا يسوي دين مضن، ما هي أسباب دخول الجنان وأسباب النجاة من النيران؟ هدي هدفك يهي إن شن الله هلو عذابنا لقبت باد، ما حيتها أسباب تشند الله متاه، حيث هي أسباب النار تلقون متاع عياذا بالله. ولا ليال
وحن إن شاء الله تعالى خطبدا إيته كتابة أيون قندون تفاتحة أما هردع إيه فرفوريتان خطب سلسلة وإن كجهد لدونا إن شاء الله تعالى أسباب دخول الجنان هذه هدفك إيه هاي تاس إن إنه أقون إيه لأنه أسباب تجنّد الله مدنكره إيه أسباب النار تلقى بدبادي كره وحن سلسلة صهر مرن دون بإذن المولى جل شأنه أسبابها جنّد اللي قلّي كره وحسن مقدمان قدّق يا إخواني في الله انتين قلّن أسباب تأيّ وسائش جنّدك قلّن إيسا ما هي هذه الجنة جنّدني محيطها سفده دي تلمانتين سيداس على إنو غو بوريو إنو غو دي ريجليي إن لو براتمو لو كلا ديريو وايو حشك الآن أن الحكم على شيء فرع عن تصوره إن شيء حكم كأتك قادن إيسا وكدلن آيو مرك هورا إن أدقران إيسا وحوي هاي وتصوراتك هايسا وايو قفك وحانو قرنين sifadi iyo qaabkiis waxa laga yaaba naftiisu inaanay ku dhirran inuu wax qaali ah ku bixiyo laakiin shayga markuu garanayo qiimaha iyo qadarku ugu fadhiyo waxa uu ku bixinaya al-ghali wal-rakhis wax qaali ah iyo wax jaban labadaba uu u huraya nafta iyo maalkaba uu dul dhigaya laanahu ya'rif قدر الشيء الذي يسعى إليه شيء أصعده قدر كيسو قرنيا وقديما قيل من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل قفك قرته وحو الضلبي أصعده وحو سهلنا ذو وحو بحنيه نفط بحنيا مالك بحنيا ودالية وايو وحقرنا يا هلكو وصعد لكن هدانت قرنا إن قيمها هلكا وصعد ويكوغو أتكان إيسا وحدا قنات بحصه أيها الإخوان في الله وحينو وحقاكة المامينا صفة هذه الجنة شندنا إنو ربنا إنو أسباب تيدا مرو محيطهي أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن ابن ماجه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن الجنة ما بناؤها وحي صحابة سؤال النبي أن محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأي رهد رسولك الله وحد نوغا ورمتا أود وحد نوغا شيكتا شنادو صدي تهي إيا دسمه دي وحيك كوبان تهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران وحو رسولك نصوبني لصلوات ربي وسلامه عليه وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحو روال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحلبا كالغب سيوككو بيهي ذهب إيا داما إيا فضة معاذ تقالقاه